البارة 20/2/2012، إطلاق قذائف عشوائية على المنازل من قبل كتائب الأسد. حتى الحيوانات لم تستغرب، وهذا المقذوف الذي يتم إطلاقه على منازل الآمنين. قد تكون هذه أحد بنود مشروع الدستور الجديد. إطلاق نار وقصف عشوائي على المنازل من قبل كتائب الأسد. قد يكون لجمعية الرفق بالحيوان كلام، بما أن الأمم المتحدة لم يظهر لها شيء ولن يكون لها أي كلام. البارة 20/12/2012.